صافي مطوني بغا زمان غادا هذا الوقت دي مطون شاكي دي مطوني ديوا صافي دير الفرح اقل الفرح مليح من فاسك خماي لا يكون لنا غير فرح مليح ما كان تردو لك. هي دموع فرحة توديع حياة البؤس والشقاء النفسي تحت سقف بيوت عرضة للانهيار هنا على مستوى حي وادو شعلال وباب اللوز وأحياء أخرى بأعالي المدينة القديمة بجاية. كل نروال محن خبية تقخي في الشعشون في النار كلشي دارت كلشي غلي أثنى ميدا بيدين دفرج ربي في النار أثنى في كنار زحي وخام الحمد لله العقوبة كل على عبادي طنين. الحالة تقديم في شحال من سنة اللي هو في النار ماشي الكريك اللي تقيم زي ماشي الكريك زغيون أسي الحمد لله أنت تصير الفرجة. دفعة جديدة من عملية ترحيل وإعادة إسكان العائلات المتضررة من الزلزال الأخير إلى حيث سكنات جديدة بالقطب الحضري سيدي علي البحر. فرحوا شباب 20 سنة كي تعشى ضربان الدريا أصلا جريت تخم كاش شو دغو دير كنيسة تغريت في الليش كوجين تخريب سنغير غاشنية ضرب بعزيز ضرب بعزيز تسني فرجي ضربي في اللي غاشية يا رب ضرب بعزيز ودير قربي المؤمنين. 2022 مثلا تنسى عبد قلا هنا العقوبية وياك يقلنا من كنيا نتمنى ان شاء الله ربي عزيز في كنداني كنيا مي كون ميم كان واخا منا والله فرحه مليح مليح العقوبية كيري العباد العقوبية غوري ان شاء الله ذا كيني ذايا. تواصل عمليات ترحيل الاسر المتضررة طيلة ايام هذا الاسبوع وستمس عددا من العائلات المنكوبة من الهزة الارضية الاخيرة وهذا إلى حين تسلم الحصة السكنية الاجتماعية بالقطب الحضري. إغزر ظريف.